حضراتكم بافتتاح جديد. انا قلت لحضراتكم يمكن شفنا لقطات فيما يتعلق بتطوير فرع مدينه نصر، النهارده هيكون افتتاح البوابه الجديد. خلينا نتابع اخر التطورات والتفاصيل مع الزميل فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بيك زميلي احمد، والتحيه لضيفك الكابتن اشرف ممدوح، وكل التحيه والشكر لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم من الايام التاريخيه لافراد العائله الاهلاويه، لكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، ركن جديد من اركان البيت الاهلاوي بيتم الانتهاء منه، وصفحه جديده من صفحات برنامج عائله النادي الاهلي تصاغ وتكتب اليوم. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن العميد محمد مرجان، او الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده العميد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم من الايام التاريخيه لافراد العائله الاهلاويه، افراد البيت الاهلاوي. طبعا الحمد لله رب العالمين، هو يوم من الايام زي ما انت قلت. الحمد لله في ايام فاتت كتير كانت جميله جدا علينا، وفي ايام جايه ان شاء الله باذن الله كتير هتبقى جميله جدا. بنحمد ربنا سبحانه وتعالى وبنشكره. يمكن الناس كلها عارفه يعني مجلس اداره النادي الاهلي، الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي، بالعاملين، بكل العاملين في النادي الاهلي، بالاعضاء الجمعيه العموميه، بنشتغل تحت ضغط يمكن ما حصلش قبل كده، ولكن احنا عندنا عهد واخدينه على نفسنا من واحنا صغيرين، سواء لنادينا، سواء لبلدنا، سواء لاي مكان احنا بنشتغل فيه. احنا بنتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجه بنعملها، وبنحاول دايما نعمل الافضل اللي بيليق لبلدنا اولا، وبيليق للنادي اللي احنا بننتمي ليه. النادي الاهلي كبير، يستحق كتير جدا جدا جدا. كل واحد بينتمي للنادي الاهلي، وكل واحد عنده ولاء للنادي الاهلي. يعني مش هقول كلام الشعارات اللي الناس بتقوله والناس بتزعل عليه، لان النادي الاهلي فضله كبير جدا 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 على ناس كتير جدا. لو احنا هنتكلم على كل واحد من تاريخه من وهو صغير وانت في النادي، علمك ازاي تتحمل مسؤوليه، علمك ازاي تبقى راجل، علمك ازاي تبقى موجود في المجتمع. لازم الناس يعني تفتكر الكلام ده كويس قوي. الكلام ده بفلوس، عشان تطلع ازاي تحب ناديك، وازاي يبقى عندك شخصيه قويه، وازاي يبقى عندك تعرف تاخد قرار في وقت مناسب، ازاي تبقى بطل. كل ده النادي الاهلي بالعاملين فيه، بالمدربين، بالاجهزه الفنيه، بمديرينه، فالحمد لله رب العالمين. طبعا في يوم زي ده لازم اهني اعضاء الجمعيه العموميه. النهارده الحمد لله افتتاح البوابه الفرعيه في مدينه نصر. يمكن مدينه نصر نسبة 80% من الوعود اللي اتقالت في البرنامج الانتخابي، الحمد لله رب العالمين، إذا ما كانش أكتر من كده، افتتاح الأكاديمية أو تطوير الأكاديمية. النهارده أنت بتطور الأكاديمية عشان تواكب الأعداد اللي موجودة، إزاي يبقى في النهارده أولادنا يبقى عندهم أماكن ومساحات أكتر عشان خاطر يتمرنوا فيها. النهارده الأكاديمية كانت الماكسيمم العدد بتاعها كان 2000، النهارده أنت زودت 3000 متر بمعدل 4000 لاعب عندهم قدرة النهارده يتمرنوا في الأكاديمية. التطوير اللي إحنا عاملينه ده بيش كل المنشآت بتاعت النادي، كل البنية التحتية بتاعت النادي، كل يعني زي ما بنقول هون، هتلاقي في ظهرنا تاريخ مبادئ تطوير. ده سلوجان موجود قدامنا كلنا عاملين نشتغل عليه. هيجي يوم هنسلم الراية وهنمشي، دي سنة الحياة ربنا سبحانه وتعالى. احنا مؤمنين بالله، لازم هنمشي، لازم اللي يجي اللي بعدنا يكمل ان شاء الله باذن الله. احنا استلمنا من قبلينا مجالس ادارات كتير جدا من 1907 لغايه ما احنا واقفين النهارده في اللي احنا في المكان اللي احنا واقفين فيه، اللي كل الناس متهيألي بتفخر اللي هي موجودة النهاردة في النادي الأهلي أو بتنتمي لعائلة النادي الأهلي. عندك النهاردة المنطقة الترفيهية مش موجودة أصلا، بسين الأمواج مش موجود في أي نادي في الشرق الأوسط. الحمد لله احنا شايفين يعني في خدمات بنحاول نقدر يعني على قد ما بنقدر بنحاول نبذل جهد وبنقدمها لأعضاء الجمعية العمومية اللي احنا منهم، احنا وأولادنا وأسرنا منهم الحمد لله. فطبعا أنا بقول الحمد لله، بشكر مجلس إدارة طبعا على الجهد اللي بيبذلوه معانا، وعايز أوجه الشكر كل الشكر من أصغر عامل لاكبر مدير في النادي بيشتغلوا معايا. هم دول الزمايل الحقيقيين اللي بيتعاونوا معايا. انا عارف كويس قوي، كتر خيرهم هم مستحملينا، يمكن انتوا عارفين، بس الحمد لله كلنا بنشتغل تحت ظروف وتحت ضغط، والحمد لله كلنا عشان خاطر النادي. فما بنفكرش يمكن في ناس بايته من امبارح، وفي ناس بتبات عشان خاطر اللحظه اللي احنا نبقى واقفين فيها النهارده. فالحمد لله ومبروك، واللي جاي احسن ان شاء الله. محمد بيه، الاهلي فوق الجميع، وعائله النادي الاهلي اعتقد جملتين يلخصوا تاريخ 113 سنه، هو تاريخ عمر النادي الاهلي، ونطلع منهم الكثير من القيم والمبادئ لاسم النادي الاهلي. طبعا ما هو شوف تاريخ مبادئ تطوير دي حاجه. الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع يعني فوق اولاده، فوق من ينتمي ويعمل بالمنظومه النادي الاهلي، ملوش دعوه بحد تاني، عشان بس الناس ما ترجمهاش غلط. كل واحد بيشتغل في النادي الاهلي بيسيب مشاكله، وبيسيب حاجته الشخصيه، وبيسيب اي حاجه. انت بتشتغل في فريق، ما بتشتغلش النهارده محمد مرجان، انا يمكن بقى واقف متكلم معاك ده شرف ليا، عشان خاطر انا يمكن على راس المنظومه عندي، عشان خاطر المنصب اللي انا فيه ده في مسؤوليات عليا، في ضغوط عليا، في في في، ولكن في الاخر انا راس المنظومه. لكن كل المنظومه دي 2450 عامل، هم دول اللي بيساعدونا وهم دول اللي بينجحونا. النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي نفس القصه، لكن مع اعضاء مجلس اداره كل واحد بيقلع الجاكيت بتاعه بيسيبه. ما فيش حاجه اسمها شخصيه، ما فيش حاجه اسمها شخصنه مواضيع، في حاجه اسمها النادي الاهلي فقط لا غير. بينا من غيرنا باي حد النادي الاهلي هيستمر، فلازم الناس تبقى عارفه كده كويس. النادي الاهلي مستمر، المهم اللي موجود
يتقي ربنا سبحانه وتعالى ويعمل اللي عليها. اجمل ختام هاخد ختام من العميد محمد مرجان، بينا او من غيرنا النادي الاهلي هيستمر، وقطار النادي الاهلي هيستمر وهيمشي في طريقه ويحقق الكثير والكثير من الانجازات. من جديد نعود الى الاستوديو وتعود الكلمه للزميل احمد سمير.